الشباب اللي موجودين عندنا دلوقتي هم عندهم فرص كلها في الدنيا ان هم يتعلموا كويس. احنا بنبتدي معاهم ورش اخراج، ورش فيلم ميكنج، ورش لكل اللي لها علاقه بالسينما. يعني احنا مبسوطين باللي احنا بنعمله ده، الروح بتاعتنا كلها حلوه. انا ما عملتش حاجه كجوده، الفكره جت في 5 دقائق، لكن اللي طورها هم شويه شباب بجد، هم دول اللي نجحوا البرنامج او وصلونا لحاجه يعني شكلها لطيف. دي فكره لطيفه للناس كلها ان هي ممكن تتبعها، ان استغلوا من عمر من 19 ل 25 سنه في حاجات فيها مجهود هيطلعوكوا نتيجه ما حصلتش. انا اتعامل معايا كده، دكتور علاء ابتدى ينفست فيا، ابتدى يستثمر فيا تعليمه، وابتدى يستثمر فيا محاولات وكلام وخبرات. هو ادالي كل اللي عنده من غير ما بجد من غير ما يتراجع خطوه، هو سلم لي كل خبراته اللي موجوده، واحنا ابتدينا كل حاجه هنا بلابتوب. هو كان واثق ان مفيش حد بيحب حاجه الا وبيوصل لها، فهو فضل جنبي لغايه الحمد لله دلوقتي احنا عاملين حاجه كويسه جدا.